في حياتي هديك صعب اني شاب عليك ولفتك امريكا مستحيل انفكر فيك كما انا تايق فيك يرمي يديك بيدي ويمنع مشي ولبعيد عايش ويا الله عطيني فرصة واحدة وغادي مين اسمع الصوت ما عادش هذا واش خدام ولا لا سمعك بليز بيبي جست كم باك نبدا من تاني تسمعهم اسمع ابا ابا اسمع لا يعاود يصوني على الديسك سميتو مهدي التباري هذا المغني عطيني فرصة واحدة من غير يخليك تعنب على مزيان وصحراء عطيني فرصة واحدة غادي نديك مسكين بغى يعبر لي على البغو الحقيقي فهمتيني كاع صحابي رين بيه عرفت ما تناوت ولات صبروا عليا كان في عي العطش انا ندير ما تناوت ولات صبروا على خوكم متنا متنا بقتنا يتولى زانا الدراري وتولى ولا تشربوا شرب الباهي ما كاينش داكشي ديال جيب كاس وراح ولا شي حاجه قلب 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 متنا قلب 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 تولات نعود هاد الدويسك ديال السيتي تقطع ولا نبداو في الموضوع شرب باليمين وهادي وهادي فلتش ليا سمحوا لي نعاودو الشرب من الاول متناول ثلاث باليمين هذا راه اليمين هانيه في الاسلام ياك انت واخا ندير ولا تكون على دروع وتانا اللايف اللايف غير ولا عندنا وفين انت امشي امشي نكملوا متنا تهدر حياتي انا بغيتك اسمع الديسك ديال التعنب هاد النبدا والدراري بلي انا كارتي وجهها فهمتيني
دير يدك في يدي ويلا برتوش نشدي ونبعيد جيرل ويقتيق ما ديدي بيديك دو من جديد فكيش من جديد فكيش من جديد أعطيني فرصة واحدة ربي خليك عشان الدري ملي كنت يكتب لي بارول كانوا مقطع واقعنا عيني عمو تجمع العيسى بشوي أنا معكم Just come back توحش الألعاب وطاقة بدون من تاني واللي فات بغيت بدل اللحظة كدب تكتبوا الكلمات مراد وحق الله وكان شي بطولة ديال تبدل كرة بركنا عليها شحال هادي عطيني فرصة ونتبدل اختي مصيبة وصاحبي يا بيت سيبي سولي اي واحد ما حرمتيش قرب عطيني فرصة واحدة غادي نتبدل عطيني الفرصة الأخيرة هاد الدري اللي كتب هاد الكلمات يكون شحال هذا قطعت عليه البزبوز باقي تيتوجع تيقيني على هاد المرة أنا كنبغيك تقطع تقطع ازري المورا للديسك وحق الله كنت محطم يا با يدير المستحيل غير يقضي الغرض تعمل انسان عميق وحق الله لا اخوي انا ضحك من القلب تدمعت عيني حمر وسيت تدير دابا تلقاها فرقوا على شي 20 بنت وغيرها اعطيني فرصة واحدة غادي نولي ام تي مهدي التباري نمشيو بعيد ما عرفتوش واش خارج في انترنت ولا لا الديسك بغيت نبداو الحلقه عرفتي راه متبضع هكا الدراري حق الله الجم تقطع ماشي توجع عشان الديسك ما خليش ندير الحلقه اش نديرو لايف على الديسك نحللوه مزيان نديرو بسيكولوجي ديال الراجل تيو غيكتم ولا فتاك انا بغيتك انا نخلم على شي ديسك انا طيرنا الديسك عفاكم دير يدك يدي ويلا نجي ونبعيد جيرل انا شوف هاد الدراري كلشي تيدور على هادشي راه كلشي تيدور على راه كلشي تيدور على هادشي نقول لكم راه يبقى يتحطم على ود الحرام يتحطم من اجل اكل الحلويات راه يتحطم راه دابا راه مقطع مصيبة الله انا مصيبة الاغاني ديال الحب مصيبة واه الدراري نقلب على شي ديسك اخر بغيت نهضر من نيتها وقدس
عرفتي تعدلت دك انا باغي نتفجل نقول احسن من انا وخاف علي وتخافي علي نقول غير ليك احيارك ديري يدك في يدي ويلا مشي ونبعيد كامل انا عيق بيوم انا عيق بيوم درينا الدمات اندير ديسك دول الحوات مصيبك هلا مصيبك درينا وغير بدا اللايف الديسك هلا بدا واحد والله حرام كذاب البنات اللي تتفرجوا في اللايف راه قاعد داير بحال هكا الكذاب على خوه بالحق جيتنا صادر اليوم أنا أعمق كلمة سمعت في حياتي اختصروا الواقع الرجل ملي تيبغي يخدي غير هضر ماشي تكتب الروائع تيدير مصائب كحل ومصيبة أنا اللي سجلت الديسك بعد دراري هاد الديسك كنحس بحال طلب ورا تيطلب شتيدير مصيبة حق الله دراري نقلبوا على شي ديسك نطلقوا هاد الديسك راه ما خديتش ندير لي في الديسك عطيني فرصة واحدة غير تنجمع الضحكة بزز باش نبدا في الموضوع حق الله على النصيحة المغاربة والنصيحة في الصباح ترى لي واحد الإشكال صغير ترى واحد الإشكال صغير مع واحد السيد دابا هو ساكن في واحد القنت قلت له راه ما نقدش نجي لذاك القنت رجلي مثلا هذا مثال ماشي الحقيقة وكان موضوع آخر تقريبا نحاول نجيب لكم تقريبا مرجلي فيها مسمار الكيف مثلا نض هو بدا عليا شوف مثلا وما كانش هذا الموضوع مي نض هو يحنقص اشوف مسمار الكيف ادير له هكا دير ديك البوماده تتكوي بواحد اللعيبه وتديرها وانا في داكشي اللي كان تيقترح عليا في ذاك الموضوع بقيت تنساوي قلت له وياه صافي انا مثلا غنمشي للسبيطار قال لي شوف اكثر شيء من هنا يا بدات يطلع لي الدم لان كثر من نصيحه وانا عييت واحد الوقيته وانا نقول له راه بغيتش باغي نهضر انا راه قصدت لك راه ما يمكنليش نجي للمحل فلان فلاني ماشي قصدت لك مسمار الكيف اللي في رجليا داكور وشوف وقول خوك يجيب لك الزيت هكاك وبقى مكمل وانا نكع وانا نقول له اخويا هاد النصيحه فين ندير نخشيها في رجليا اش ندير انا بالنصيحه علاش لان هذا المشكل مبين به كاع المغاربه ويجلس معاك انا تنفهم جوج حوايج تتكون باغي ليا الخير مرحبا انا عارفك باغي ليا الخير خويا الكبير اختي الكبيره تتموتي عليا الله يحفظكم خشيو نصيحتكم فيكم تنعرف انا جوج حوايج يا تدير العمل تتمشي للفارماسيان تجيب الدواء تدق السلام هاكا دوا مسمار الكيف جربو هادي على راسو العين ولا تتسد فمك
حنت شتيت راه دابا تشهر لوفت شنو هادشي هو الدراري ياك هما شتي يديرو هما طلقت الديسك اللي دار وعاوتاني عرفتو متى ندير متنعرفش نبوكلي الديسك فيه واحد دقيقة عفاكم لا بنادم شتي يدير ماشي خشي النصيحة فيه بنادم وتي طيبك مش تهضر مع قسم ولا قسمين تقول صافا حوار حوار المقاهي كما تنعيط له ويدوز لا واتي تعمق تي بحال دابا تجي تقول له خويا راه عرفتي والله الا محنسار ما عرفتش فين نمشي اليوم شوف راه كاين واحد القهوه كاينه في القنت سير هزو ديه لذاك القنت خلص عليه المشروب وبدل له وقته علاش قامتيه بالنصيحة؟ واحد نهار تنهضر مع واحد الصديق بدا عليا شوف فواحد المسألة جد مهمة ما بغيتش النصيحة ما بغيتهاش ديك حر الدراري ياك واش أنا حر واش حر قولوا لي واش حر ولا لا ما تخلونيش نهضر كي الزيزون واش حر ولا ماشي حر وهل تنتسلنا الأجواء انت حر حر انا حر عتيش قل لي وندمت قاع وهضرت معاك واغي ندم واغي انا شتي انا اللي جا عليا بنادم بقى طيب انا بالنصائح الخاوية بلا ما يدوز لاكسيون غير يندم لانه شنو الاشكال اللي عندنا الناس متدوش لاكسيون حتى الناس بخيلة مريضة مع راسها واحد الله والهضرين لغة المقاهي ولغة السواق والحلايقية انت عندك مشكل مثلا هو تيدير مثلا نافيت رباط الدار البيضاء انت مريض تقول راه سمعت بلي واحد السبيطار في الدار البيضاء ديرها هو راه تيمشي يوميا تيدير النافيت يصحاب كيقول لك يقترح عليك شوف انا نخرج واحد الساعة من حياتي ونديك لذاك السبيطار اكس وتجرب وسير على الله لا تيجلس في القهوة ويقول لك اصلا عارف واحد السبيطار شوف تشد التران ديال 8 الصباح وتمشي الدور على اليمن وتوصل على ليزر وتهبط واحد الهبطة ركن السبيطار على يدك اليمن سير شوية بكري باش تشد النوبة دوك شتي يدير لك هو ماشي تيعاون ولا يسد فمو تيزيدك احباط عباد الله راه النصيحة كثرة النصيحة تجبد ديال احباط والمغاربة كلهم تينصحو كلهم تينصحو كل علاش حيت كلشي صحاب راسو فاهم في كلشي راه حنا شنو ناقصنا راه لاكسيون بنادم يدوز لاكسيون يعاون يخرج يمشي يشري الدواء ويجيبو لك ديال المسمار الكيف يهزك ويديك للسبيطار يقول لك نهار الاثنين هتصبر داير نافيت نمشي وغندوز واحد انا داير لايف هو تيقول لي هو جاوبني بشحال شريتي ليكرا دابا كي جاوكم البرايوات بداو يتقاعدوا شوفوا دابا شوف شوف دوك حنا ولات عندنا واحد المشكله كبيره ديال بنادم ما تيعرفش راه دي فوا تيجرحك ملي تنصحك لانك ما تتكونش محتاج النصيحه محتاج ليه يهزك بيديك ويديك دونك هو شنو مشكلته هو بغى يتجرح دابا هو ما يهزش بيديك ويديك وينصحك ولا قلتي له ما تنصحنيش يقول لك انا بغيت لك الخير وانت يا ويمشي ويقولها لخالته وعمته ومو وباه وصاحبه واتش داك النورس واتش داك النورس والله ما استقراج حنا باغي له الخير اسيدي ما تبغي ليش الخير انا يا تنعرف الخير فين جا ما تبغي ليش الخير انا عاوني لا صبتي فاش تعاون انت كدير هادشي اللي كتقول لا شريتي الباندا ومصيبك حنا واو دابا عاوتاني قال لينا بشحال شريتي الباندا شحال كنت فرجليك كنت لابس فرجليك من هذا المنبر تنحيي الشاف انا عندي الشاف ديالي العمل
الغير مضمون عندي الشيف، لا داعي لديك الأسماء تنحيه. قال لي الشيف ديالي مش عشرتي باندا ما بغير. دونك دابا تبنادم تنصحك وخصك وتيخصك أليس مرحبا ندير موديل انا غير عاونوني هما تنصحونيش ما تقولياش بغيتي دير موديل. شوف الزنقه اللي عليك كلمه نتهبط راه كاين واحد لاسوسياسيون تما تدير واحد شويه الفلوس باش راه تعاونو. سير اخويا الله يسهلين اللي باغيني ندير الموديل يديني ولا يعطيني رقم هاتف نيشان. لا لا انا قلقني في هذا الموضوع ماشي هو النصيحه، انا حقي ما نتقبلش النصيحه راه قلت لكم انا حر. مي علاش تتقلق؟ بغيتي دير شي في الخير خص يكون قلبك واسع. ما بغيتش سيدي نقبل انا نصيحتك، ما تتسمعش ليا انا كاع ما تتعجبنيش ما نبغيت. دونك ما خصكش تخص تلقى صاحبي دونك مالو هو خسر الصداقه ديالك خسرات فهمتيني. بنادم تيهز تصاد الصداقه اللي بيناتكم وتيريبها على ود انت ما بغيتش نقبلها لانني انا محتاج نصيحه، محتاج انا نعتلكم اللي يدير لي بيدي هكا ويوصلني لذاك النقطه ولا ما قادش غير يتصل. كان عندي واحد صاحبي سميتو جلال جولان بيان تنقول له انا خويا طاري لي شي حاجه نص فكرتيني فيها الشافته هي خصني ندوي عليها دابا. هو الاول دابا هذاك السيد كان تيطرى لي واحد المشكل تنتصل بها له خويا جلال راه طرى لي هاد اللعبه. ماشي غير جلال، عندي صحابي بزاف من هاد النوع مي جلال حنت عايش عشت انا وياه بزاف. الو مثلا ركبتي تضرني فين اخويا تضرك هنا تصبر صبر تهز التليفون تدور لواحد السيد اخر شوف راه فلان طبيب اخر راه ركبتو تضرو شنو تيقول لي شنو يقول لي شنو نقولو راه ملويه من هنا تيقول له ملويه هنا تيقول واش مشيو لورجونس نشريو الدواء تيجيب لك الحادات تيصحح لك الاشكال. الاخرين لو قلتي له جيت تضرني واه برد ويدو شوف دير واحد الدره بحال هكا ولوي عليها واحد المنحه وديرها من هنايا فهمتيني ومتكي شوف شتي يدير شوف شتي يدير في ديك اللحظه هو شوف شتي يدير في هذه اللحظه. وفكرني السيد في النصائح الدينيه تاع هي هذا موضوع شائك اخر. النصائح الدينيه دابا انت داير الزهاقه هاي داير الزهاقه حمار فقتي واحد الصباح كأي حمار في العالم يدير الزهاقة درتي زهاقة رشقات لك بنت لك تجي مع اللحية تيجي واحد شوف نصحك في سبيل الله يا أخي الزهاقة تقد دخلك الجهنم مع تمام الجهنم وتبقى مناشا في جهنم. ودابا ملي تقول له دخل سوق راسك تقلق تقول لك وانا بغيت لك الخير وانا بغيت لك الخير. يعني بنادم ما تيدخل السوق راسو ما حشمت نقول لك الكلمه الاخرى الكبيره الزرخه ديالو بنادم ما تيدخل السوق راسو وتيتقلق وحق الله ما تيدخل السوق راسو ما تيدخلوا سوق راسكم. انا ما بقيتش انا بعدا من هذا المنبر اي واحد تيسمعني وتيعرفني من هذا ما تنصحنيش اسيدي نجي نطلب لك منك النصيحه بغيتي تنصحني مرحبا ما بغيتيش لا اما انت تبقى تحنقز من المقله اسير وحنا بغينا لك الخير ما تبغيليش الخير. انا يا سيدي انا ما باقي حي تعرف نشري نايفيه من على اكسبريس دير اقل من قرعه ديال الماء سيدي عليك تخربيق. دوك انا الدراري تيتفرجوا في هاد الفيديو ملي يبقى شي نهار بقى يتحلوا بقى يتفكر هاد الكلمه ديال حمارون ملي بقى تحلو فمو يبدا يبغي يعبر. شوف سير هكاك لبس صباطك سير قضي الغرض كون رجل او كون امراه ولا ما في استطاعتكش قول له سمح ليا ما قدش نعاونك اعتذر تهلا. هادشي اللي تنعرف انايا حاجه اخرى ما بقيتش تنعرف انا في هذا العالم لانكم طلعتوا لي فراسي ماشي نتوما طلعوا لي هما فراسي. انا بعدا كان واقف حدايا كنت مليا عملاق لا واحد الناس عيقات وعيقات وقعدوا علوم في راسكم وقعدوا معارف في راسكم
انا دو تيار ديال لا جورني ديالي جو تلوتين نازل مخايساك دير بحال هكا تقلب تقرا وشحال قدك تعرف وتهضر معاه في زيت بلديه يعرف تهضر معاه في مسمان كيف يعرف في السول يعرف في الدرسه يعرف تعرف الانفورماتيك تعرف المتنبي تعرف اللغه العربيه تعرف الفرنسي تعرف الادويه البيولوجيه تعرف لي بروموسيون وتفهم في كل شيء وحاصل حاصل نار كامل وعصر في باب الدربتي وهاد العلوم شدرتي بيها شدرتي بهاد العلوم شدرتي بهاد العلوم تتنصحوني انايا انا تندير لايف انا دابا ماشي تنصح تنقول لعباد الله اخشي نصيحتك في زرختك في رجلك شيها فيك ما تعطيهاش ليا انا ما غنصحك ما والو مي لو قلت لك ما تنصحنيش ما تقلقش هادشي اللي قلقني ودرت هاد اللايف حتى تقلقوا تقول لك ها فمي ايوا ها فمك راه عرفناه وفباك فين هو راه ناقصنا فمك وفباك بجوج تسد فمك وتسد فباك اوف اوف القلب سكت لي حق الله الا قلبي سكت علم وات الاسماك وحق لا يقولك شي البوري عند البوري البحري عندي عود يدير هكا تتكون الشرغومه تحتني والبوري بوخريه تكون هود عندهم بحال بحال لا بغينا لك غير الخير سيدي تنعرف راه قلت لي الخير صيفط لي الفلوس انا هذا هو الخير الوحيد اللي محتاج له هاد الساعه وما تنطلبوش يا مليار ولا واخصك تمشي شقا وراه عرفناها صاحبي راه عرفناها لا وتتقلقوا وحق الله انا اللي قلقني دابا قدي سوبريمي كاع حيت ما تقبلتيش نصيحته قدي حيدك من حياته طز صاحبي واحد الله المسلمين اللي تتفرجوا فيا دابا ادب النصيحه المسلمين اللي تتفرجوا دابا كاين ادب النصيحه عندنا في الاسلام يعني انتم ما تتقراوش حتى دينكم السلام عليكم واش ممكن عندي لك واحد لام تاخذهاش مني قلت صواب واش ممكن نعطي رايي تلقى واحد الصيغه جميله وتدخل ويدخل بصباطو تدخل بصباطو تدخل بصباطو ليش ندخل معك اشوف واسير تخرى واسير تخرى يا المسلمين اودي اودي الاسلام اودي اودي ادب النصيحه في الاسلام معروف تبدا بالتحيه هي الاولى مور التحيه الاستشاره والاستئذان سلام استاذن هل ممكن تقول له اياه ولا لا انا هادشي اللي عارف الدين حاجه اخرى هادشي اللي تديروه ما دين ما حضاره الباعربه ولا باعره هذا اللي تديرو دابا جلس السلام عليكم نعم السي نورس شنو بغيتي خويا راه واحد لاحظت واحد اللعبه على الموضوع ممكن نعطي الراي ديالي اياه تفصل تيتفصل تيبقى يهضر لك تيولي تتجذبوا اقطاب الحديث صافا بخير كناس علماء عظماء راقيين تدخلوا وتدارع سباحه ايناتش بول البعير تدخل عندك اشوف هذاك مسمار القيب والله لا يصير جربها دير بها هكا وخشي وخشي تما وصافي وتتبقى تقول الدين النصيحة اهتم الإسلام اهتماما كوضع على أدابا وأخلاقا وين اللي قلتها واخوي مزيانة أنا يديره الأدب أنا اللي قلقني هو الأدب ما تدخلش بصباطك في خارية حاشا الناس اللي تتفرج فيها راه تتعطعك الريحة ديري الأدب وأنا بنادم تيكون قاس وتيقول لك خصك تجمع راسك تبدا معاك بحال هكا خصك تجمع راسك وحدة واش أنا لقيتيني مقنبل في بغداد ولا واش نجمع فهاد الراس عندي راه تشتت أصلا خصك تجمع راسك واحد شوية شاب وسير دوز لك والواحد وحيد ديك اللحية ويبقى تبقى يدخل معاك في المرقة وهادشي ما طاري ليش أنايا ماشي غير أنا اللي طاري ليا راه طاري الأكثر اللي تتفرجوا دابا علاش يضحكوا راح تكون لواحد فيكم تفكر شي دي كليك دابا تيبان له راسو هو الناجح وانت الفاشل مسا كولبا دابا هو الناجح حيت هو الى نصحك وتيقول لك خصك تجمع راسك دوك راه تتبان له فاشل
وتيبان له هو اعلم منك. هو هدا عليا وهنا ما غنشفاهموش. هنا غنقول لك هتمشي لنشير على امك بقرعه ديال جبيل محلوله، والقرعه المقطع محلوله، لانه انا ما قلتكش انا تنعرف عليك، انا تنقول لك انا وحق الله قاعد دريت اقول له سمح لي ماشي سوقي واش ممكن نقول هاد اللعيبه. قال لي مع المغاربه مجمعين، حتى واحد ما تيقول لك لا، كلشي تيقول لك تفضل هدار مكمعين القهوه قهوجيين، فهمتيني؟ انا عايز من القهوه اوكوك عباد الله، عايز من القهوه. رجع في الله، رجع فيك مولا، رجع رجع فيك يا مولا. رجع اشرب باليمين جالسا متنا وتولات، ما تعرفش تشرب متنا وتولات. انا ما كنحملش اللي ينصحني غير غير مني هي الناجحه، يا حيت صغار مني حيت ناجحه. ويا بنت مقهواجي مع راسو صاحبي، تعرفي شحال درنا هاد الوقت نصي الساعة؟ بارك علينا الويب، نصي الساعة بارك علينا، بارك نديرو الدويسك لاخر. نزيد عليا ونزيني عيت الدراري، عيت بارك عليا. عايش حر وخا الصور، عايش حر والحكاية لغمك راه الماكلة كتلصق فيهم اللي كتكون كتاكل. شحفتي بالهضرة الخاوية هاد الموسيقى ما خارجينش للاسف. الاولى هذه ديال مهدي التباري ما خرجاتش، والاخرى ديال اسلام ايوب حتى هي ما خرجاتش، كلهم تسجلوا عندي في الاستوديوات وما خرجوش. باه شكرا لكم، تهلاو في راسكم، كانت امسيه سعيده. هلا ما خارجينش الديسكات، ما خارجينش. واش الاخ الدومي انت اش ضرك دابا ما فهمتش.
مؤخرة ديالي هادي كنت لحق كبير ما فهمتش عرفتي تا كنت غادي وبغيت تجرح ليا المشاعر انت شنو قلق تنخرى منها زعما اش وصلك ليها بعيدة 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 بزاف صراحة عليك ما فهمتش انا عشي والله واش انت ادومي او مالك انت ومالي ما فهمش انا ما هكش فهم ليا ما يمنى تتفرجوا فينا ديروا ابوني سبسكرايب تتبعونا على اليوتيوب سعلوا جرس الانذار باش يوصلوكم لايفات والحلقات ديالنا سلو